نكمل جولتنا في شرق اسيا ونشوف معانا عجائب في قطع غيار السيارات. هو الراجل ده كويس مبدئيا، انا شايف شغله، انت شايفه كويس ماشي، انا شايف شغله فعلا. يعني انت لما تيجي تبص على حد بيشتغل في ورشه، هو بيفك الديسك الاسطوانه واليايات صح، بيجمعها في اي تاني او بيجمعها في قالب تاني الى حد ما، وبيبدل اليايات بيايات. الديسك الاسطوانه دول بايظين اصلا يعني، منتهيين الصلاحيه. مش، ما هي بص الفكره فين؟ الفكره ان انت كفه الدبرياج لما بتدوس عليها هي بتبعد الديسك عن الفاس. تمام، تسقط انت نقله غيار وتدي الترس في الاخر، تقوم رافع رجل واحده واحده، تتسلب بقى سن الدبرياج، فيجي الغيار التاني يقوم ايه؟ بس ليه يا عم؟ ده بيفتح ويقفل. احيانا بيبقى خلاص عمره، خلاص خلص. ايوه بيبقى ليه مود الكيلومترات او حاجه. اكيد طبعا، والاسطوانه كمان حسب ما انت ماشي طول الطريق رايح رجلك عليها شويه، ده بياكل الاسطوانه اكتر. المهم ان هنا الراجل بيعمل ايه؟ اعاده تدوير. اعاده تدوير او بيجددها. يعني هو بيتعامل مع عمله الفرامل اللي الناس بتعديه. تمام. تمام؟ بيضرب الزر في مكانها، حط تيل جديد، هو شغله بيصنع تيل فرامل من القديم. تحس ان هو جنب القديم على الجديد وبيقفل، ويعني شغل دق، تحس ان هو برده ايه؟ مش احترافي. مش ماكينات، مفيش خبره جوده، مفيش اي حاجه تقول سلامه وامان ومعايير جوده. بس لو كان الراجل ده اتيحت ليه الفرص، انا اعتقد ان هو كان هيبقى مصنع كبير، لان في دول بتستورد الديسك والاسطوانه اصلا ما بتعملوش. فتخيل ان هو الراجل ده بامكانياته وفرشه سلك بامكانياته دي عمل ديسك واسطوانه جداد. لكن برضو احنا مش بنقول ان يعني ده حاجه كويسه، لا، في حاجه اسمها جودة، رقابة تصنيع، في حاجات كتيرة قوي عشان وسائل أمان، عشان برضه قطع مهمة، في معايير جودة، في معايير جودة، مش هزار. هو يا ده مش ده قانون دولته، مش هقول لك ده بيخالف أو ما بيخالفش معايير الجودة عنده، لكن أنا بحييه لسبب. راجل موهوب، عنده موهبة، يعني أنت بدريل عادي التدوير شاكوش. أي شيء عنده. دريل شاكوش، الراجل عمل دلوقتي ديسك واسطوانه يا جماعه وبيقفلوا، وانت هتشوفه في الاخر اللي هو تمام فينش جديد، هتاخده تركبه عربيتك يعني. وبعيدا عن اي حاجه، انا اهو وانت اهو نزلنا التوفيقيه، صورنا التوفيقيه، شفنا قطع غيار، انا اعرف اميز القطع الاصليه من القطع المضروب، ولنا حلقات كتيره في الغرام موتو مميزه، ولنا الفرق بين الاثنين. بس عايز اقول لك ان دي لو طلعت لي متغلفه من علبه جديده ويتحط عليها يكاد اسم البلد، المنشا، اي اسم، لو ضربت اسم مضروب يكاد اقول لك ان انا ممكن ممكن اخدها عادي وما اخدش بالي. بس احنا بنحييه لان هو بص حتى الكبسوله، يعني بص هو عنده كبسوله بيحطها، يمسك التيل الديسك في بص الكبسوله ويدقها وقفلت. دقه التخريم اصلا كمان يعني يا باشا، هو قفله وهو شغال. انا بحييه والله، انا بحييه. انا مش هقول ده مصنع تحت سلم، انا مش هقول ده ورشه بدائيه، انا بقول لواحد عمل حاجه في دول بتستوردها بس